قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. شدي عندي تيلا بعد مني من ليه وقالوا وعفك بعد مني وشدي عندي الطوموبيل تي هنا بعد مني انتهي هذا ما عرفت شكون اللي جابني لهنا كيف شكون اللي جابك لهنا شنو درتوني خويا ماشي بحالي شوف 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 انت باغا تسرقيني انت باغا تسرقيني اش دخلك الطوموبيل تي الله يهديك ما دخلتش اخويا في طوموبيلتك ما كنعرف لا طوموبيل لا والو بغيت غير نمشي في حالي انا ما عرفتش انا تمشي واش عارفه راسك فين راك في الخلاع خويا انت اللي جبتني لهنا جابك العمري اللي جابك لهنا لا خويا ما كنعرفتش شي واحد سميتو العمري واش هي ديري في طوموبيلتي انا ما عرفتش انا راه شربت شي حاجه الله معلم وما عرفتش شكون اللي رماني في هاد الطوموبيل ان الله يرحم لكم والدي الشعيب عبد الله البلدي ما بغاش يحشم حي قدو قداش وما داير فيه والو اسي عبد الحليم هو انت استاذ وكتعرف شغل الاداره ورنا خويا ما نديرو نديرو كدويو بحال كنا مربعين يدينا ياك ما داغ قلتنا وشكينا وحتى من الجورنال كتبنا فيه شي هذاك الرئيس ما تيهمها راسه اش من الرئيس ولا رئيسه فاطين فين عمر رجع عندنا ولا حط رجليه في الحومه ورا ولادكم ما خلاو حتى شي حاجه تيضلوا النهار وما طال هما كيتناقزوا هنا بحال المشاش كلشي هرسوه وانت حاضي غير وليداتنا رحنا بشينا برجالنا وشنا عدو الله ما استقبلنا ماشي ما بقاش يستقبلنا وما كاينش عمرو ما حط رجليه في البلديه ويلا جات يدخل مسالت وخر سالت ومالنا حنا كاع على هذا الشيء هذا الانتخابات ما بقى لها والو نتسناو تيدوز العام وحتى حنا ما نصوتوش عليه الرئيس عرفتي كاين محال واش هذا هو الرئيس لا لا واقيلا هو انا كينزل حسيت بالهيبه ديالو اش بغيتو شفتي اش قلت لكم هذا هو الرئيس السلام عليكم شحال بالخاطر اسي والله الا هو حيت ما ردش السلام حنا الناس ديال الحومه اسمع اسي الرئيس رحنا ملينا من الزبل والعفن انت راك سير تضحك علينا منين صاكتو عليك وتزيد خلفه كيما نجيو عندك نلقاوك مسافر واليوم حصلتي بين يدينا لا 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 سمحي لي ما حصلت ما والو تيبان لي كاين واحد سوء تفاهم سوء تفاهم هي صوتنا عليك وسلتي علينا لا 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 ها الهضره اللي تياكل من دماغنا كل نهار سمحوا لي تيقوا بيا راني بغيت مصلحتكم لا لا والله الا حتى بغيت مصلحتكم انا راه ولد حومتكم انا راه معاكم والله الطوموبيله هذه ما ديالي معلوم ماشي ديالك الا ما كانتش ديالك غتكون ديال السلطه ولا درتيها من فلوسنا اسمعوا لي بغيت نقول لكم انا ماشي هو الرئيس انا راه غير شيفور شيفور وشيفور ديال من ديال الرئيس لا سيدي انا ماشي شيفور ديال الرئيس انا شيفور ديال واحد رجل اعمال ودابا راه تيتسناني راني معطل حيدوا من الطريق خلوني نمشي ولا غنولي فشي هضره اخرى الله يرحم الوالدين حيدوا من الطريق يلا صباح الخير سي العمري صباح الخير فوالا هذا هو لي كوريجا راه مبريفي وموقع اي ميم لي رابور دو فونت ديال البارح 11 فواطور اللي تبعو منهم 3 ديال لي 4 فوالا ميرسي سي العمري صالح ديال البلديه بغى يشوفك اش
عليها. صباح الخير. صباح الخير. هات خليتيني نجي عندك للشركه. كون جاوبتيني في التليفون جوج كنت هني. ما سمعتش التليفون. بغيت نذكرك في الاجتماع ديال الشركه. ما مساليش، اجلو ثلاث السيمانه الجايه. ما يمكنش يتأجل سي العامري، ما يمكنش يتأجل. زيان وصحابو راهم على القرص وكيتسناو غير بحال هاد الوجيبه هادي. واش انا ما مسالي غير هاد زيان وصحابو؟ انا ما مساليش لهاد الاجتماع، ديروا الاجتماع بلا بيا. ياك عندك تفويض والنواب كل واحد كيعرف خدمته. انا هاد البلديه طلعت ليا فراسي. سي العامري الله يهديك. تراك هو الرئيس ولازمك تحضر. لازم. شوف صالح، انا النهار الاول كنت واضح معاكم وصريح، انا ما عنديش الوقت وما مساليش لهاد الشيء. اجتماع راه ما غاديش يطول، انا غنزرب عليه بالزربه. وي ماليا فينك الحسن؟ راني مازال كنتسنى. علاش ما درتيش عندكم عبد الله؟ ولكن راك خاصك تمشي معايا. لا انا ما مساليش، عندي خدمه بزاف هاد الصباح والعشيه عندي البلديه. صافي انا غادي نقول اختي تمشي معايا. اوكي بسلامة. المهم الاجتماع راه مع الربع، تجيني غير شويه بكري باش يلاه نطبخ السيناريو مزيان. واش ما كتساليش من هذا الطبيخ؟ تا غير حضر وشي الاخر خلي عليا انا. واش جهدك ما دير؟ كندير ديما انا غاود اليوم ولا شوف انا غادي نمشي نقضي شي شغالات. بالمناسبه نتلاقى ديت مع النواب ونقطع طبخه مزيان. اجي كيفاش غادي تمشي دير اجتماع مع النواب؟ على دايرين اجتماع بالاخباري. اسلام بحال كاين انت راه ديما كندير هادشي الله يهديك. واش درنا في العشية؟ وصافي من هنا العشية حلا. احتراماتي السيد الرئيس. وصافي. بركة. السلامة. الله يسلمك خويا بوجمع. لاباس؟ الحمد لله بخير. سلك مع الوقت صافي يكون هاني يا صاحبي. خويا بوجمع انت ما نوصيكش غضرب ليها الباش وما تخلي حتى شي واحد يقرب ليها. دابا عاد كتوصي لي انايا شكون اللي مول في كيباشي انا ولا انت؟ ابو جمعه واش ما عرفش المفسدين في الارض؟ عرفتي الا قاسها شي واحد دقه صغيره غتجري لي انا على خدمتي. عبد الله السي هاد الدقه هادي الا غتجي في الطوموبيله هادي غنقول لها حيدي هاد الطوموبيل وجي فيا انا. هادشي باش تعجبني. الله يعاون على سلامتك. قول لي واحد محا خلى الموتور ديالو. لا داه كان هنايا. الله يعاون. مزروب خاصني نوصل للدار دغيا. ايوا اطلق راسك. اجي ما تقدرش بلاتي. هانا هادي تقضي. تبارك الله عليك. توكل على الله. سلام. اهلا البوكوس ديالي. جبتي الطوموبيله باش ديري بيني شي دويره؟ لا ولدي ما جبتهاش هاد المره، حتى المره الجايه وغنجيبها، ولكن جبت واحد البشكليطه راه حدا الباب. سير ضرب بها واحد الدوره وحدي راسك. زهيره؟ نعم. كيف عليك؟ كي دايره؟ الحمد لله، على ما تبدل حوايج جهازك يكون الغدا واجد. فين يا مول؟ مي لا راه ما كايناش. كنتي اليوم الجمعه راه كتمشي تزور باك الله يرحمه. زهيره هاد مي الله يهديها، تنقول لها فاش بغيت تمشي تزور تسناني حتى نجيب الطوموبيل وانا نديها. وصافي خويا صافي. دابا الوليدات مشاو مي ما كايناش. صبروا الغدا ديال البارح ديال الماكله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله حتى نسيتها، كي عطيتيها لي بالماكله ديالها بقات في الطوموبيل. داك النهار الباترون ديالي وصلت له واحد الرونديفو وهو يعرض عليا الغدا. وصيفتك خويا بهاد الباترون؟ والله الا ديك السي العمري اللي عمرها دار غير هو بعد المرات الله يهديه. الو وي؟ الو؟ ام لالا؟ واش هذا عمر؟ لا ماشي عمر، النمره غلطه. كيفاش ماشي عمر؟ هذه النمره ديال عمر. كيفاش؟ انا سناء ديال الفيسبوك. فيسبوك؟ لا انا قلت لك النمره غلطه. واسمح لي يا سيدي. عفوا لا مع السلامه. يلا
صاحبي ورقه داخله ورقه خارجه. هل انا اللي خصني تيري؟ هو تيري دورك. قولها من الصباح. يلا طلقنا اخويا كتضرب وتعاود بحال الرعلة. هانا شحال وصلنا دابا؟ ويلي شحال عندك 4 ريغونساج. فين وصلتوا؟ اجي تشارجا هذاك. تيبان لي حتى اللي تشارجيت يا مالي. شوف شوف شكون تيصوني عليك من الصباح. شوف ديري هذا الباترون ديالي شنو غيكون غالي في هذا الوقت؟ لا انا غنعيط له. الو سي العمري لاباس؟ الو تسنى 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 صاحبي. انا بنادم غنخرج انا غنخرج انا غنخرج. الو سي العمري الله كتسمعني شحالتي في ساعة؟ لا سي العمري راه باقي الحال. يلا دابا شي الوحدة ولا الوحدة ونص. واش حداك شي واحد؟ ما حدايا حتى شي واحد. شوف غير هضر على خاطرك انا بوحدي مطلق. اش كاين مالك؟ شوف جبتي الموتور ديالك. كاين الموتور تما كتلقى مالك؟ وغدير فيا واحد البليزير. الباترون ديالي حاصل فوق ويزرت خصني نمشيو دابا توصلني عنده. البراد على مني صافي على حسابي. شوف غتوصلني وانت رجع انت انا غنبقى معاه حتى نصوب له الطوموبيل ونجي انا وياه. هو ويزرت ليسانس على مني انا الحمد لله. صافي ليسانس هذه راه ماشي مع الثوره وادوز دابا نعمرو. وقف اخويا محمد. راه هي الطوموبيله ديال المعلم البيضه. اه شوف انا غنشوف كيفاش نديباني له الطوموبيل ونخلط عليك من بعد. حدي راسك اخويا عبد. لا لا ما تخافش عليا. يلا خيب هذه البلاصه. لا ما تخافش. ها ديال اش؟ ديال الليسانس. شتا صعب راه كنضحك معاك. يلا هاك بعدا خلص غير تي بعدا الملوك. الله يرحمك. حدي راسك اخويا. يلا يلا تحرك فين تعطلت يا بنادم؟ الطريق بعيده وانا جيت غير في الموتور ديال موحه. المهم سير نعس في الطوموبيل تلغدا في الصباح يجي الميكانيسيان. ما نشوفش نحاول ما امكن نديبانيها. سير نعس في الطوموبيل تلغدا يجي الميكانيسيان. علاش ما نعيطوش للميكانيسيان دابا يشوفها لينا وندخلوا؟ وطلق راسك سير نعس في الطوموبيل تلغدا ويجي الميكانيسيان. كي غادي تدخل انت في هذه الليله؟ انا غادي نوصل لك. وانت مالك شغلك؟ سير نعس في الطوموبيل اصاحبي. واخا السواس كاينين في الطوموبيل. كاينين في الطوموبيل تحرك. الدوسي ديال لاكوموند وجستو بقى لي غتوقع ديالك. شوفي الله يرضي عليك ما فيها ما وقعش ورق.
حتى حد ما يدخل عندي. واخا سي العمري، إلا سمحتي يا سي العمري نسولك، مالك؟ مالي؟ دخل صحاب، دخل سوق راسك شي شوية، وما يدخل عليا حد يلا. واخا سي العمري. تعرفي العمري؟ شكون العمري؟ العمري هو مول هاد الطوموبيلة اللي لقيتك فيها. على انت ماشي هو مول هاد الطوموبيل؟ لا بنت الناس، انا غير شيفور. لا ما عرفتوش. ملي ما كتعرفيش جابك الكوفر ديالو. ما عرفتش اخويا، انا حتى لقيت راسي في هذاك الكوفر. كره انت اللي خشيتيني فيه نيت. اسمعي بنت الناس، غنقول لك كلمه واحده ونجيك من الاخر، ندوزو دابا عند الجدارميه، تقولي اللي عندك ونقول اللي عندي، ونشوف انا واش جبتك للكوفر ولا ما جبتكش. لا خويا الله يعطيك الصحه، لا الجدارميه ما بقيتش تقولهم حدايا. الله يعطيك الصحه. وغتقولي لي جيتي ديري في هاد الطوموبيل؟ بغيت غير نمشي في حالي انا. نعاود لك، نعاود لك كلش. ولا لا غير عاودي لي شنو طرا لك وانا نوصلك حتى لداركم. انا نعاود لك، دابا الوالده مريضه ياك، خاصها عمليه ب 3 ديال المليون في كازا. درت بوست في الفيسبوك، كتبت فيه للناس المحسنين باش يعاونوني. عيط لي واحد السيد من بني ملال، صيفط لي مليون وقال لي من نجي لهنا ونكملوا داكشي اللي خاصك ديريه، نزيدك جوج مليون اخرى. وجيت في كازا وجايه لهنا حتى لبني ملال وتكملوا داكشي. هادشي راه ما تخليهاش لدماغي انا. دوزو اختي للجدارمية الله يرحم الوالد. اخويا والله القسم ما كنزيد عليك كلمه، هادشي راه كله درتو غير على ود الوالده مريضه. وهذا راه فيلم اللي تتعاودي ليا. واخا انا غنكمل لك وهذا التفاهم. قال لي عيط ليا، قال لي سيناني في واحد الكافي، بقيت كنتسنى. صيفط لي واحد مول طاكسي ركبت معاه، من ركبت شافني فيا العطش مد ليا الماء نشرب واحد القرعه، غير شربت اخويا منها ما بقيتش عقلت على راسي حتى حليت عليا الكفر. والله ما كنزيد عليك. طيب انا العمري تنعرف ولد الناس يدير الخير ويعاونك ويعاون امك حتى تبرى، ولكن باش يهزك ويحطك هنا في الكفر ويعيط لي انا باش تلبسني، لا 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 لا، هادشي ما دخليش لدماغي. واخا العمري واش بنت الناس، غنوصلك للمحطة تمشي بحالك، وهاد الهضرة وهاد الشيء كاع اللي طرا لك غتنساه، وأنا العمري غنعرف كيفاش نتفاهم معاه. باغي تخرج عليا؟ حال سلامة، ماك ما بغيتيش تدخل الطوموبيل؟ خويا بوجمع بلا ما تحل، شوف بغيت كارت تشوف لي شي بلاصه لداخل فين نحط الطوموبيل. هيا خويا عبد الله، شوف الا كنتي داير شي مونتيف انا خويا ما قد على طلوع وهبوط وسير واجي اخويا، انا واحد الانسان درويش اخويا. انا ما زعما انت درويش، انا ولد الحرام ما نسواش. فهمني يا صاحبي، انا بغيت كنعرف راسي من رجلي بغيت غير نفهم. ابو جمع واش حنا صحاب؟ معلوم صحاب. ووسع خاطرك وخليني دابا نعاود لك من بعد. انت اش غدير؟ جيب الطوموبيل هنا مور البراكه، انا غادي نباشي وفي الليل غادي نلقى لك بلاصه ما يطيحش على الجل. عندك مع داكشي ديال التمثيل؟ كيفاش التمثيل؟ فيد قريتي في المدرسه، مشيتي للمخيمات. داكشي ديال الانشطه ولا لا؟ ما تخافش ما تخافش. عرفتي شنو؟ غنعاود لك واحد الهضره وانت غتعاودها من مورايا في التليفون مع المعلم ديالي. ويلي ياك الهضره؟ ونبقى نهضر لك انايا حتى للصباح كنكون هاني. ايوا صافي يلاه اسمع. على سمحتي. وين؟ بغيتك تشوف معايا لو دوسي دو كوموند لي وجيت باسكو لي كليون بغاو نفس لي فواتور لي تباعو ديغنييغمون. خافي ما فاغ الوغ حفظتي كلشي. صافي يا صاحبي، واش هادي هضره غادي تعاود تساعد هاد السي الجماعي؟ راه ما تحشمش بيا. الله يهديك، عيط لي عيط. ها هو تيسول. ايه مسيو احمد. الو الو، السلام عليكم. ايه نعم سيدي، شكون معايا؟ معك الدرك الملكي قياده هو ويزغت. واخا سيدي اسمح لي واحد دقيقه. تمشي
الو وي نعم سيدي. كنتصلوا بك سيدي على قبل هذيك جريمه القتل اللي ارتكب الشيفور ديالك عبد الله. سيدي انا راه ما عندي حتى شي علاقه مع داك الشيفور، راه غير كان خدام عندي. ولكن كما بغى يكون الحال راه الشيفور ديالك وكان خدام معك، وعلى الاقل تساعده. انا ما قلت شيء. نعم سيدي انا نساعده، نوكل ليه محامي جوج عشرة. لا سيدي لا احنا ما عندنا ما نديرو لك، لان القضيه خرجت من يدينا. غير انا خصني نعرف بعدا واش هو اعترف على راسه ولا مازال. قال لي واش اعترف؟ قول له اعترف والقضيه لابسه. معلوم اعترف على حنا اش تنديروا هنا الله يخليك. هي اعترف بالتهم كلها والقضيه راه لابسه. تصنت لي حنا كنتصلوا بك دابا على قبل السياره ديالك، ملي يكمل التحقيق غادي نقدموه للمحكمه، وديك الساعه العداله راه غاده تقول الكلمه ديالها. قال لي شحال غادي يبقى هذا التحقيق هذا؟ قول له 3 شهور. بزاف شغلك انت، قول له 3 شهور. لا تقريبا كتسمعني تقريبا شي 3 شهور وكثار كاع كثار. الله ينيك، راه قلت لك اسيدي الله ينيك. واش حنا مساليين لك؟ شو باقي تزيد؟ دابا انا غنمشي للدار نشوف وليداتي ونتكى لي واحد شويه، كون راه موم غتحماق غيخرج ليها العقل. مالها غتحماق؟ راني مدوز انا ليله في الكاشو. قلتها لك، قلت لك شي حاجه هادي، مالكاش داك الكاشو وقع؟ شوف غتمشي معايا تعطيني الجلابه ديالك وفي العشيه رجع ونعاود لك كل شيء. ولكن وسع خاطرك. شنو؟ كون راجل. وانت اللي كون راجل، ما تقول والو، هاد الهضره كامله اللي قلناها ما تقول والو. الرجوله من الطفوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو عندك اسيدي؟ ها؟ شنو عندك؟ لا غير كنت دايز وبغيت السلام عليكم. اجي لهنا، في غادي. شنو سميتك؟ سميتي العمري، حسان العمري. ارا لاكارت ديالك؟ انا هو اللي ساكن في الفيرما اللي حدا الطاحونه الحمراء. مول كتكات بيضاء. يلا كنا نخرجوا نجيبوك، ساعة جيتي برجلك. لا علاش شنو درت؟ قتلتي عاد جيتي. انا ما قتلت حد، انا ما قتلتهاش. شكون اللي قتلها؟ ما بغاتش تركب معك قتلتيها. احتفظوا بها. وصلت المراه المحطة ودوز الطوموبيل على الباركينغ وجيت عندكم لهنا. ولد الحرام دار قد راسو بغا يلصقها فيك، الله يتبعو سلي يقلب لها. ودابا ديك خيتي علاش وصلتي على المحطه؟ اش بينك وبينها؟ وشنو بغيتي نخليها في الخلا باش تفضحني؟ خلى خويا في الخلا ولا في جهنم، واش تبقات فيك؟ واش انت من هادشي كامل اللي عاودت لك شديتي غير المراه والمحطه؟ ها انت شوفي يا امي. اوليدي ما تديش عليها، راه غهبيله، راه شادها الغيره. ودابا انا حلف ليا واش داكشي اللي قلتي هو اللي كاين؟ وحق الله العظيم لهادشي اللي عاودت لك هو اللي كاين. دابا ركزي معايا، كون كان انا في راسي الدخل
علاش غنجي نعاود لك كاع؟ وبراس وليداتنا وبراس وليداتنا. لا لا لا، هذاك الشيء اللي كاين. يو 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 يوي. الحمد لله يا سيدي يا ربي. ايوا دابا هذا قلبي برد. حسبي الله ونعم الوكيل، دابا هذا قلبك برد حتى ولدي كان غيمشي يدق لاصه فيها. انا ماشي سواقي، المهم انا راجلي العزيز ما مشى ليش مع شي مره اخرى. ولها بكره انت وانا تكافيت معاك حتى انت بوحدك مع ساك نمشي نفكر في مره اخرى. ايوا صافي صافي، تلقى رانا كان غير عليك. شوفي يا زهيره، راني مدوز ليله خايبه وصافي. ابنيتي زهيره، سيري سيري وجدي الغدا وخليه ياكل لقمه باش يمشي يرتاح. هي الاولى والحمق وراه كاينه انت. يلا سيري سيري سخني لك. اوليدي ياشي ياشي، خلينا مكينه غير هي. ياشي ياشي، خلي عليك هذيك الحمقه. شوف خاصك تمشي عنده وتفضحه قدام الناس. لا ما نفضحه ما يفضحني. يبا وخدمتك اولدي. اسمعي انا عندي في راسي واحد البلان وبغيت تكون كاملين تعاونوني. اولدي اش من بلان ثاني؟ وتابلان يا خويا وحنا معاك. لا حول ولا قوة الا بالله. اجي وليدي اجي اجي اجي. سلامي. واحد السيد ساعتين وكيتسنى فيك بغى يشوفك. اي قلت لك ما بغي نشوف حد. راه قلتها ليا السي عمري، ولكن راه ما بغاش يمشي، قال لك ضروري خصو يشوفك حيت هو من جهه عبد الله شيفور. واخا يكون من جهه من ما بغى يكون، انا ما بغي نشوف حد. اجي اجي. من قلت ليا؟ من جهه عبد الله شيفور. دخل الراجل، شكون خليك تتسنى؟ اهلا وسهلا، مرحبا، تفضل تفضل اسي. اسمك الله موحى. مرحبا متشرفين. اسي موحى تفضل. اش تشرب؟ لا الله يخلف. لا ضروري تشرب شي حاجه. واخا شي عسل لافوكا عافاك. جيبي شي افوكا. قول لي يا سي محا، اش كاين عند السي عبد الله؟ ما شفتوش، بغيت نقول لك زعما ما شفتوش هكا فاس فاس، كان بيناتنا داك الكرياج ديال الحبس، مكرفس مسكين في داك الحبس، الحبس حكار، تي ولا غادي وكيلقاك، بحال دار داك الإضراب على الطعام ولا شي حاجة. ما قال لك والو؟ أودي قال لي شي حاجة واني نقولها بيني وبينك من كنت أحد. أنا دابا أنا وياك الراس في الراس فاس فاس، قول. داكشي ديال الكاميرات و الله يهديك الله يهديك السي محارة، البيرو ديالي وانا عارفه. ما ديرش مني قلت صواب باش انا نطمئن نجيب لاصك وجيت هنايا نقول لك. كيفاش؟ واش انت لاباس؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. غنجيب لاصك باش نضمن انا الحصانه ديالي. واش كتعرف اش كتقول؟ ما يمكنش. لا ما يمكنش، ما صافي اسمح لي على الديرونجمون. اي صافي صافي جي جي. ما كتحنصي حتى العصير وخرجي شوفي شغلك. واخا سي سدي الباب. شربتي عصير؟ الحمد لله زوين خاطر. قولي شنو قالك عبد الله؟ عبد الله ولد الناس وراجل مزيان، واخا انت كنت كتصرف مع التصرفات ديال ولاد ديال الكلب، ولكن هو طلع راجل وما قرش عليك وما اعترفش. ارجع اعترف عليا. الروح اللي قتلتي. شنو؟ واش كتعرف اش كتقول ولا لا؟ دوي بشويه لان عندي راسك عشوها. انا غادي نوكل عليه 30 محامي 40 محامي. وقا توكل عليه وتشرب عليه الصين الشعبيه كامله. شو تعطيهم عصير تشرب عليه من واحد واحد ما يقي له والكون، ما غادي يديروا لك والو، لان داك الشيء لاصق عنده، هو سبق الاصرار والترصد وعنده الاعتراف. غادي نمشي عنده برجلي. ما باغي يشوف حتى واحد. ولا عندك شي بركه وبغيتي تعطيها ليه؟ الاحسن ديها ليه انت لمراته بيدك، حتى هو ما باغي يشوف حتى واحد ومراته حاجه ما كتشوف حتى واحد. وانا اعطيني الاتعاب ديالي. كيفاش؟ 200 درهم. ديال اش؟ ديال المازوط ديال الموطور باش نخدم فابور. ما خدامش عندك انايا.
الله يخلف. هذه وحدة أخرى بالهمري. ماما احنا غادي نبراسي يا مسيرة بنتي الله يعافيك. جيت تسد هذه لشحال لخ بالبردان كان جاكيطة هي اللي عزيزة عليك. وهاني بستك وقرا مزيان. الله يرضي عليكم. يلا وردوا البال بعضياتكم. يلا سلامة ومنت سلامة. يلا عجبك الحالة مو حادة؟ ها هو باقي مغط نهار وما طال. وشنو بغيتي يدير؟ يديع مكتوب الله راه كيتصرف. انا اللي كنعرف ولدي مزيان كنعرفو شنو كيسوى. هاد السكتة اللي ساكت من وراها شي حاجة. غصبري يا ودي كسمع الكلامي كون راه ربح. ايوا ما عرفتي الخير فين كاين. الخير راه في الحركة، الخير في الدخول والخروج امي حادة ماشي في التخبية. ولدي صباح الخير. صباح الخير امي. صباح الخير ازماني. صباح الخير. وجدت لك الفطار؟ لا بلا ما تعدي براسك غنمشي نفطر في القهوة. وسير وليدي الله يرضي عليك ونقي طريقك من الشوك والله يحفظك وينجيك من ولاد الحرام. الله يرضي عليك ولدي. آمين أمي. أيوا ها هو غادي. جيبو الفطار ولدي وشرب العصير ديالك. نصوبلك شي حاجة؟ كبت لكم القهوة؟ لا غير سير. بابا توصلنا؟ لا ولدي ما مساليش. يلا انا ناخذ المطار. رد البال راسك. حتى ولدك ما بقيتيش مسالي ليه؟ شنو وقع حسن؟ ماريا وقع والو يا حبيبه. كيفاش ما وقع والو؟ وانت الدار وليتي كتدخل غير الا نسيتي. تقدر تقولي شحال هذا ما سولتيش في ولدك، ما سولتيش فيه حتى قريتو كيف دايره. هادشي كله كتقولي ما وقع والو. كتعرفي غير مع الضغط ديال الخدمه والتمارا والشغال غير داك صالح. صالح بوحدو هو والربعه ديالو يديروا لك السكر والطونسيون. انا فين ما نسولك قولي صالح. شوف دبر راسك ولكن ما تسنانيش نربي يدي ونشوف داري كتريب وانا ساكته. ماريا مالك؟ وقيلا كتعاملي معايا بحال شي دري صغير كتوري فيه كيفاش يدير ولا كتراري به. حيت ما شفتيش حالتك كيفاش ولات. مال حالتي كيفاش ولات مالها؟ لا حوايجي في الزنقه كنشير بالحجر. هي اللي بقات. واخا لالا الله يجازيك بخير. هكذا كيوقفوا العيالات مع رجالتهم فوق الازمه. نتيق فيك محاوش نتيق فيك. او هذه ما مضموساش. او اسكت اموح يا هذيك الله مصنف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضربته دابا بعشرة مرضاش قالك ما مضموساش. انت ما عارفش موحى كي داير. عبد الله عبد الله هانية هانية بخير. انت لاباس مزيان؟ لا بخير. شتو يتبان لي واحد الرواية ديال دوستوفسكي سمية ديالها بحال ابراهيموفيتش. شي لعاب جديد ديال الكرة هذا ولا؟ انا كنقول لك دوستوفسكي وانت كتقول لي لعاب ديال الكرة. اروندا ودوستوفسكي يا صاحبي اللي كتب الرواية ديال الإخوة الأعداء. ها هي عرفتي نهار خرجات ودارت قيامة وقلبات الأدب العربي. هشام شنو لاعبين دابا حنا؟ شنو هذه؟ كارطة بلدية. اه وخلنا من ديك الثقافة ديال الكولا خلنا مقصرين. ايه ولكن عرفتي كيبان لي دابا عبد الله. عبد الله كيبان لي بحال ذوك الممثلين ديال السينما كيكون داير شي زبله وكيخبي وجهه باش ما يشوفو حتى شي واحد. ما هشام علاش كتقلب؟ محال شي يقلب هذا؟ علاش تقلب انت؟ لا لا والو. علاش تقلب؟ لا والو ياك ما فيك البرد ولا شي واحد نطيح لك المشوار. عرفتي اش عنده هو؟ عنده الدرسه والدرسه كتجهل وهذيك الدرسه بحال شي فضولي نايض ليه هنا يقدر يبدا يعرض في عباد الله
راك راك يلعب. لا انا اللي باغي غير بغيت نعرف جاهل مبعثره ونمشي في حالي. احشي الهضره كاع. بدل ساعه اخرى. ها هو بدل ساعه اخرى. بدل ساعه اخرى. كيفاش كديري؟ ويلي ويلي سمح لي سيدي والله ما شفتك. كتخوي الماء في الزنقة. يا فين بغيتيني نخويه؟ في البلاصة ديالو في الطواليت. الطواليت الطواليت عندنا غير حفرة، بغيتيني نعمرها بالماء ديال التسياق والمواعن. القرقارة. القرقارة عندنا غير ديكور حتى يجي الواد الحار. لا ما عندكمش الواد الحار. ايوا بابا. عطي لعمك. نوريكم بابا ندير لكم القرعة. يلا اش بغيتي اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. اليسرى هاكا ولدي. يلا وكلس الارض بركه من القبايح. بنتي الارض عليك. نعم. واش هادي الدار ديال عبد الله الشيفور؟ هي هادي. واش بغيتي نكلم لك شي واحد؟ اي بنتي الارض عليك. واخا وكلس الارض. كنت عجبني ولا ما حدا ما حدا واحد راجل باغي عمي عبد الله. واخا بنتي تسنيني تما انا جايه. كيدير هاد الراجل؟ لابس كوستيم زرق ولابس نظاظر وواحد كرافاطه. غيكون غير هو هو غيكون شحف باش قال ادريسه. نوض اخويا تخبش برك كدير في بلاصتك. اجي واش انت حافظه شنو خصك ديري؟ وصافي يكون هاني عبد الله انا عارفه شغلي. انت امي حضري معها لا تمشي تفضحنا. صافي غيكون هاني انا غنقابلها. يلا يلا نوض تخبى وسربي. يلا غيكون هاني. بغيتي ولدي ندوز عندك بنتي تقولي لي راه كاين عبد الله ياك؟ اجي بنتي معايا. اجي سيتي انتوما هنايا ما تحركوش. بقاو لا سير سير الله يرضي عليك. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. السلام لاله. كتقلب على شي حد؟ ها؟ على من كتقلب؟ سمحي لي لاله بعد على الدخله بلا موجب شرع. الضريبه خلصناها البارح. شوف جارنا دار السمسار الرقم 16 مكرر جوج مرات. شكون امي حاده؟ هذا غير مول الضريبة. لا 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 انا راني ماشي مول الضريبة. زهيرة راه ماشي مول الضريبة، هذا غير الفاكتور ديال المحكمة جايب لي شي برية من عند ولدي عبد الله. هذه الدار ديال السي عبد الله؟ اي هذه الدار ديال السي عبد الله. كاين شي مشكل؟ لا واش ممكن نشوف مراته؟ مراته؟ وانا ما عجبتكش؟ لا 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 غير وكان عندي واحد الامانه بغيت نوصلها بيدي بيديها. اسمح لينا الراجل مشى للحج ومانع لينا نضيفو شي حد في الدار وبالخصوص الخصوص الرجال. شكون انا؟ العمري اللي خدام معايا السي عبد الله. السي العمري الباترون ديال عبد الله. كيدير سيدي لاباس عليك؟ واش ممكن ناخذ من وقتك دقيقه؟ والله يا ودي مرحبا بك. الدار دارك سيدي تفضل. مرحبا. بارك الله فيك. تفضل. شكرا سيدي. شكرا شكرا. انا كان يهضر لي عليك عبد الله ديما يقول لي الباترون ديالي الله يعمر عاد. مرحبا بك سيدي. اسمح لي. شكون هذه؟ هذه وليدات ولدي. وليدات سي عبد الله. زيد هذه مريم. شي شبه ليه سبحان الله. جزاك الله خير. سبحان الله. الله يصلح الله يصلح. امين. الله يصلح. جلس مرحبا. شكرا لله. شكرا شكرا. هو هذاك. اجي قول لي هو عارف عندك الولاد؟ عارفه. شتي وليدي عبد الله فين لاح راسو؟ مشات له خديمته ومشات له حياته كامله. في الحقيقه السي عبد الله رجل الله يعمر ليه الدار. نيشان قود وعلى خلق. ها؟ على خلق وان شاء الله الرحمن الرحيم ربي غادي يفك الضيقه ديالو. يا ربي يا ربي. احياني هذيك راها روح واش من روح؟ راه ما غيخرج منها الا القبر. ديري كتا ولدي. انا اللي مشى لي راجلي وتاج راسي مشى لي زماني كنتي فاتي تعراو. ما تبكيش اختي الى مشى السي عبد الله
انا موجود. الله يجازيك بخير ويكثر خيرك. الله يرحم لك الوالدين. اه بسم الله هذه البركه. بسم الله سيدي. بسم الله الله يعطيك الخير. بسم الله. اسمح لينا سيدي ما كناخذوش الصدقه. صدقه؟ شكون اللي قال الصدقه؟ هذه الشهريه ديال السي عبد الله، الشهريه وبعد الحوافيز ديالو كنت جامعهم ليه. ويلي هكا. بسم الله. بسم الله سيدي. الله يقوي الخير. الله يعطيك منه الشعطي. الله يجازيك بخير. الله يكثر خيرك. ان شاء الله الرحمن الرحيم على راس كل شهر غادي تولي توصلي بنفس المبلغ. مو حاده واش باقي بها ما مخبي؟ هي ولدي باباك باقي مخبي. مسكين ما كنبغيش نقولوا ليه فين شبه حيت كنقولوا ليه راه مخبي. الله يفرج عليه. امين. فهمت. اجي ولدي اجي عندي. شوف ولدي ان شاء الله الرحمن الرحيم باباك ما غيبقاش مخبي. انا كنوعدك واحد الشرف. وقول السي العمري قالها باباك ما غيبقاش مخبي. الله يكثر خيرك. الله يرحم لك الوالدين. هكا ولدي. علاش محان راسك؟ غير باش يشريو شي حاجه وحده لك وحده لختك. يلا وليداتي سير. الله يقوي الخير. الله يفرحك. يلا سيروا. الله يفرحك كما فرحتيهم. نودي 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 الدراري ثاني هرسوا شي حاجه. هاد الدراري راهم قباح. الله يهديهم. حيت وليدي عبد الله مسكين هو اللي كان مقابلهم ومهلي فيهم ومقابلهم ليا مزيان. المهم الشريفه انا غادي نمشي واذا احتاجيتوا شي حاجه اتصلوا بيا. واخا سيدي. الله يجازيك بخير. ولا هذاك صاحب السي عبد الله سميتو مو حق الله قوى العسريه. هذه غير ظاهره فكرتك في سميت موحه. هذاك موحه راه كيعرف الشركه كيعرفها مزيان. واخا بارك الله فيك سيدي. بسلامه. وان شاء الله الرحمن الرحيم الى ربي سبحانه وافق الضيقه ديال السي عبد الله راني غادي نصيفطك للعمره ان شاء الله. الله يجازيك بخير. واسمح لينا اسمح لينا ما قدمنا لك لا تاي لا والو. هذه راه ماشي الدخله ديالك. تفضل سيدي. بسلامه. بسلامه. بارك الله فيك. بسلامه سيدي. الله يكثر خيرك. الله يرحم لك الوالدين. اسمح لي. قف يا ولدي عبد الله. اسمح لي. جدكشي؟ لا والو استاذ. انا بغيتك فواحد الموضوع. اش كاين كلامات؟ غير دابا ولدي مريض بغيت ناخذ هاد نص نهار نديه للسبيطار. مالو اش وقع ليه؟ ركن تيلعب مع الدراري صحابو جاه العطش ومشى شرب من واحد البير حدانا. البير فيه الميكروب ومصارنو بداو تيتقطعو. تراك عارف الدراري الله يهديهم. ايه شكون انا اللي غادي يسوق بيا؟ ما تعطينيش نص نهار، اعطيني ساعة هاد المكانة. نديه تشوف غير الطبيب شنو غايقول له ورجع لك الطوموبيل ونوصلك فين ما بغيتي. بغيتي تا الطوموبيل تاهي تديها؟ أستاذ أنا راه ما بغيتش ندي الطوموبيل. حنا في الحومة عندنا راه ما عندنا لا سبيطار لا فارماسيان لا مدرسة حتى البوسطة بعيدة علينا. الحمد لله وشاكرين. باقي شي تساؤل؟ من يكون شي واضح كنظن باللي الاجتماع ديالنا راه سالا. دابا ما عليكم الا تلتحقوا بالمكاتب ديالكم. الا بغيت شي حد فيكم غادي نتصل به. تفضلوا. نوال عم سي العمري. سي العمري سي صالح جا. قولي يدخل. اش كيتسنى سي صالح؟ تفضل. يا واحد السلام عليك. كي داير سي العمري؟ فين كنتي غاتس؟ انا في اسبانيا واحد 10 ايام تمنيتها لك. مره الانسان يبدل حالته ويبدل توجهه. ملي احتاجيت كوجي قمشوك المشاش. يقولوا بس شو واقع اسلام؟ بتعرف الجهاد مزيان؟ كان عرفه مزيان. و
واخا هذا ماشي شرقاوي رانا عشت فيه 20 عام. كتعرف درب القطاطر؟ كنعرفو. لمن تابع؟ لينا. لا كنقصد المستشار، المستشار اللي كيطيح تماك في الانتخابات. واش معانا؟ واش ضدنا في المعارضة؟ معانا. شكون هو؟ شكون؟ أنت. شكون؟ أنت السي العامري، واش أنا بنادم ولا حيوان؟ بنادم. علاش داك الحي ما فيهش الواد الحار؟ علاش الجردة الوحيدة اللي عندهم ولات باركين؟ باش نلقاو فين نحطو الطوموبيلة ديال السي العامري، حيت الشيفور ديالك السي عبد الله ساكن تما. هي برنامج إعادة التأهيل والإنارة العمومية والتبليط، هاد المشاريع كلهم راحنا دوزناهم للدروب أخرين. علاش؟ حيت في الدورة كنتوافقوا على شكون المرشح اللي سبقوا الأول. ياه، وأنا بحال البغل خدام كنسيني على وراك ما عرفتش علاش، باش أنت وقرانك يمشيو يدوزوها غير هنا في الصبليون. سي العامري، بس أنا راه غير مسألة وقت. وكون هاني من هذاك الحي هذا، حيت أنا دويت مع الساكنة تما وراه داروا جمعية وصوبوا الدوسي ديالهم ودفعوا للعملاء، وإن شاء الله غادي يستافدوا من المبادرة. إمتى إن شاء الله غادي يكون الاجتماع ديال الدورة المقبلة؟ الاجتماع. الاجتماع راه داز. وصوتنا على الميزانية. حتي رمتي السيد الرئيس. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ معك عبد الله، عبد الله الشيفور. عبد الله فينك اخويا؟ منين كدوي؟ منين بغيتيني ندوي؟ كندوي من الحبس. ياك اخويا بلغتي عليا. كون بغيت نهضر عليك كون هضرت عليك النهار الاول ماشي حتى لدابا. قولي اخويا، النمره مناش كدوي ديالك؟ لا، هذه النمره ديال واحد عشيري هنا. الناس هنا بعدا راه فيهم إنسانية، بنادم ماشي بحال الناس خرين. قالوا لي مشيتي شتي الحومة ديالنا. ايه مشيت شتو. كي جاتك زوينة؟ بحال فين ساكن انت ياك؟ حقا السي عبد الله، داكشي اللي شفتو ما عجبنيش، كيضر في الخاطر. ولكن ثق بيا، انا ناوي ان شاء الله الرحمن الرحيم نلقى شي طريقة باش دابا عاد كتقلب على شي طريقة. اسمع السي العامري، قسما بالله وما درتيش خدمتك حتى نعاود كلشي. حنا راه ما بغينا والو. علاش صوتنا عليك؟ صوتنا عليك باش دير خدمتك كرئيس جماعه. صافي. الو اجي جيت انا. اجي. السلام عليكم. نعم اسي، اصحاب الخاطر كما تستاسيوني الطوموبيل ولا تغسلها ولا انا موجود. نعم اسي. نقلب على واحد الطوموبيله بيضاء. والبيضاء ما عطا الله غير هما. نعم اسي. لا زعما بغيت نقول ديال من شكون مولاها؟ ديال الرئيس. الرئيس؟ الرئيس ديالاش؟ حنا انا ما سيدي هنا عمر شي رئيس ما جا ستاسيون عندنا هنايا. ولا حليتي عينيك نعم سيدي مزيان غادي يبان لك ما كاينش شي رئيس في العالم اللي يقدر يجي يسكن في هاد الزباله فين ساكنين حنا. وعبد الله الشيفور ها؟ كتعرفو؟ كنعرفو؟ فينا هو؟ فينا هو؟ وشكون عرف نعمس؟ حيت هادي مده ما بانش وقيله مسافر نعمسي. وهاديك الطوموبيل البيضاء اللي كيبيت هنا ايوا وعاهدك بها نعمسي اللي كيدير. انا قلت لك هادي دابا مده ما جاش هنايا ما بانش لا هو لا هاديك الطوموبيل. انا نعمسي دي وقيله قلت يمكن جاو عليه من الخدمه. دارو كتعرفها؟ ها لا. كيفاش لا وانت هو الكارديان ديال الباركينغ اللي كتبات فيه الطوموبيل ديال عبد الله؟ لا دابا نعم سيدي انا
الدار ديالو الجديدة هي اللي ما كنعرفش، القديمة أنا كنعرفها، هذه اللي ما على هو الحال. لما في خبارش العماس هو ما كاينش هنا، هي اللي تسولوا على عبد الله وتقول لك رحل، تسول مول الحانوت تمشي للمارشي رحل. هو العماس رحل. واخ حيد من الثقافة، واش هذا وقت داك الشيء صاحبي؟ شو طريق ديال دابا دي كونتراكت او شي شكون؟ ايه يلاه صاحبي. واش معي؟ اسكات الله يرضي عليك عافاك، الله يرحم لك الوالدين، انا مزاو. عافاك شوية، الله يرحم الوالدين. قول لي يا خويا اش كاين؟ شوف خويا انا جالس في الباركينغ ما عليا ما بيا، وانت توقف عليا واحد السيد بدا تيسول فيا وتيدير لي فلونكيت وتيسول، ما عرفت اخويا تخلعت منه. جماعي شو ديكونجلا صاحبي، رخفك النفس وقول لي شنو طاري بالضبط. لا دابا هو في الاول انا حسبني واش بغى يستاسيوني ولا يغسل الطوموبيل، ولكن غير جبد لي سميت عبد الله عرفتي، قصيت منه الخليع انا خفت منه. سول واش هو بوليس؟ ياك ما يكون بوليس. علاش من بوليس الله يهديك، والبوليس انا راه كنشمهم قبل ما يجيو، وهذا من الجماعه صاحبي تنعرفو. ولو شنو قلتي لي؟ شنو قلتي لي؟ واش قلت لي؟ قلت لي رحل هذه شي 3 شهور. تبارك الله عليك. ومشى جيت القهوة دابا. فين هاد القهوة هادي ديالنا؟ شي حاجة شريف. شكون انت؟ ما فهمنيش غلط، انا واحد الانسان اللي مسؤول على السيكتور كامل، أي حاجة دخلت خرجت كدوز على يدي الدبان، إلا بغات تدخل الدرب كنطبع عليها فيزا باش ما تترزق على الله. عبد الله. شكون عبد الله؟ الشيفور خويا حبيبي، حتى تربينا وانا صغيورين انا ويا الحيمات، كن من صغرنا حنا مربين مع بعضياتنا. ياك كتعرفو؟ ما دار شي مصيبة؟ لا لا والو، غير الرئيس ديالو صيفطني نسول عليه. قلت لي واحد السيد عليك الوقار وكبر من الشيب وجهك ماشي ديال المزاح، نقولك شي حاجه تبقى بينه وبينك، عبد الله مسكين طاح ليه واحد المرض الله يستر، ما شكيت عليك هاد البلاصه كلها تجدمت ليه واحد جدام، الدواء ديالو دار داك القطره الغليظ ومشى باش يبدل الجو عند خالو في العربيه. دابا معاه العربيه زوينه كتوافقوا الجو ديالها زوين. فين جات هاد العربيه؟ في كاينه شتي بكرة كتمشي لبكرة واحد 70 كيلومتر قدام كتلقى واحد الفيلاج اللي سولتي تما قلت لهم خال عبد الله شيف وريوك الدار بكرة. فين هو بكرة اللي تعقل عليه انت دابا؟ ويلي خير تما والخميرة خدام هو دابا عبد الله في داك لوزين ديال الشيمينو ديال الفوسفات كاين تما. عبد الله الشيفور في بكرة كاع بيض الله وتيك. نوال. وي سي العمري. جا عندي واحد الدقيقة الله يرضي عليك. واخا سي العمري. صالح ما اتصلش؟ لا سي العمري ما اتصلش. بالنسبة للفاكس ديال برومونجي درجة فيه 52، وبالنسبة لكولوغ ممكن نحطوهم حنا. مزيان. صيفطي فاكس لعلي. قولي ليه وجد لي ليتا دو بايمون ويجيب لي الفيزا، هاد البرومو فيها غير شهر ما خصناش نضيعها. واخا سي العمري، انا نتصب بعلي ان شاء الله اليوم وغدا يكون عندك موجود. اش داكشي شتك مازال واقف ياك لاباس؟ ولا سي العمري غير اسمح لي بغيت نسولك على الطوموبيل ديالك. مالها؟ غير ما بقاتش البنت لي هنا بعتها. و عبد الله الشيفور حتى هو بعته، مالك شنو وقع لك ياك لاباس؟ لا سي العمري هات كنت طلبتك على ود خالتي حالي معقلتي، كيسوق الطاكسي وكيسوق حتى الكميه ديال البوطه، وتبارك الله عنده البيرمي قديم كيعرف ندينا زنقه بزنقه، والله عمرها دار.
واخا لالا مني غادي نفكر في شي فور غادي نقولها لك. دابا سيري شوفي شغلك وما تخلي حتى شي حد يدخل عندي، واتصلي بصالح لاني كنتسنى فيه. واخا سي العمري. دور كلشي، دور كلشي كلشي كلشي، زيد 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 ما تخافش، كلشي 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 كلشي، قد رويد قد رويد، زيد زيد زيد. سكت المطر. سي بوحة السلام عليكم. السلام. قول لي فين بوجبعة؟ السبيطار. بالو اش فيك لاباس؟ ولدت ليه المرأة. وباركو بسعود اش تزاد عنده؟ تزاد عنده الخدير. وراه غير سولناك. فمالك؟ مسنتر بحال شي وطاري صاحبي، ما عرفتوش واش جاي ستاسوني ولا جاي عام ريحة على مدنية. والله إلا لا فاش طليت عليه بان لي بحال شوية مزكرم. جوج كليان بحال هذا والله تنعصى فيهم الله. خويا موحى غتصبر معايا، راه جمعي باقي غيتعطل، ولا ما خلاتوش ديك العقرب غيدخل غيبقى قدام الشركه حتى يخرج للمعلم. ياك نتلهاو في الطاجين. ها هو كلشي موجود. نعاونك نتعاون انا وياك. لا لا تسنى تسنى قطع لي انت البصله. ياك اخويا ما فكت ما يبكي. العمري المترفي. انا الغارديان. شنو انا راه الغارديان ديال الحبس. وصيفتني عندك عبد الله. طلع 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 فين طلع. شافك شي حد؟ لا ما شافني. لا شافتني هذيك السكرتيره ديالك. دابا انا جيت لعندك قلت لها ودي راني بغيت نشوف السي العمري. العمري العمري. العمري. قالت لي اش بغيتي وشكون انت؟ قلت لها انا بوجمع. قالت لي شكون بوجمع؟ انا نفراني مجبده حتى هي. هزت التليفون قلت لها وقيلا غتعيط لك تقول لك راه واحد السيد بغى يشوف. هي عيطات على جوج السكيورتي هما يجريو عليا. المهم اش كيعاود عبد الله؟ صيفط لك واحد البرا. فهمت. وهو كيدير في صحته؟ مريض طيح عليه الكرش. المهم الامانه وصلتها لك. شكرا شكرا. السلام عليكم. دابا هادي غنشري ليه بها الدواء حتى يحى عليه الكرش. هاك كوني معايا سانسيرمون. هاد لو ديرني فواياج كان مانيفيك. الله يختي إلا الولاد باقيين خلو تمشي لشي بلاصه. لالا كنزه مرحبا بك. الله يبارك فيك يا ناديه. شكرا. لالا ما خاصك والو. نو ميرسي غير سير. اش داكشي عاودتي ليا في التليفون؟ ويلي يا كنزه غير سكتي، راه الدماغ ديالي كيدي وكيجيب. ايوا لالا اختي داكشي راه ما كيريحش. هادي ما تكون غير شي وحده دايره لك بالراجل وانتي ناعسه على ودنك. ولي اختي راجلي ما يديرهاش حسن ماشي ديال هادشي. راجلك عرفناه متبته لالا، ولكن راه الزمان كيغير الحجر. الرجال راه ما فيهم امان. سوليني انا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كنزه ملي جلستي وانت كتدخلي لي في الوسواس لراسي. شوفي حسن راجلي وانا كنعرفو، هادشي اللي كتقولي فيه راه ما يمكنش. عرفتي شنو؟ عندي لك واحد الحل. شنو هو؟ ايوا غندوز عليك في هاد العشيه وتمشي معايا ديك الساعه تعرفي شنو كاين. كنعرف الحلول ديالك يا كنزه. نشربوا بعدا واحد كاس ديال اتاي وحن الله. ايوا نشربوا علاش لا. هي قلتي لي باغي دازت زوينه. مانيفيك. أمدرا اتصلت بيه ما كيجاوبش، وصيفط له زيتون للدار ما لقاهش. الدار ما لقاهش. البلدية مشاش ليها. واخا اتصلي بيه في الكتابه الخاصه ديالي في البلديه. واخا سي العمري. سي العمري.
سي العمري. شنو اش كاينك لاباس؟ مالك ياك ما مريض؟ بنتي ليا ماشي هو هذاك. مريض؟ سيري شوفي شغلك. واخا. اتصلي به مباشره. واخا سي. ولا صافي انا غنتصل به راسي. كاين شي واحد اللي ناس وتيهضر. مالك هسا منين تقالت؟ غدا الخميس وداك العمري ما دار حتى شي حاجه، ما تحرك ما والو. هكون سمعتي الكلامي ما تبقى محن ما تمحنا معاك. كيفاش انت محنا؟ اللي كان اللي هاز الهم، وهذا راه شغل الرجال ماشي العيالات. ياك اخويا وراه هاد شغل العيالات هو اللي غادي ترجع لي في الاخر، وغادي تقول لي ندمتي اللي ما سمعت الراي زهيره. واخا لالا قولي لنا هذا الراي ديالك. هي تمشي اخويا غدا عند السيد وعاود لي الحقيقه وطلبوا يرجعك للخدمه وصافي، بريدنا ما عنده باس. تبارك الله، هادشي كاع اللي تنبني فيه انا تيبغى تهدمي. ناسي يا زهيره، ناسي ناسي. ولا انت اخويا خليتينا ناسو ما تصبحوا تتقلب عليك الموجعه. يا ربي ركض اخويا ركض ركض. عرفتي اش غندير؟ نمشي نبدل واحد الساعه بخرى ونمشي عند بوجمع. عبد الله خليك اخويا. الله يرضي عليك انتي، خليك انتي نعسه وخليني نمشي نبدل ساعه بخرى. شتي الدنيا هنايا خاوية شفتي؟ يا اختي يا كنزة فين جايباني؟ اسمح لي يا خويا بغيت نسولك عافاك، كتعرف دار امي حليمة؟ شكون هي؟ حليمة الشوافة. اش واقع؟ ياك ما كتعرفيه؟ ولدي اختي علا كنعرفو، راه عبد الله الشيفور ديال راجلي حسن هذا. ايوا خلعتيني، ولا كان عبد الله الشيفور هي شحال كاع شنو غادي يدير؟ لا اختي ما شحال والو، واش عرفتي الا مشي حتى قالها الحسن شنو غادي يطرا؟ غادي يكرهني غادي يحتقرني. انا ماريا القاريه ولا فاك ونهار كله وانا كنعطي في النصائح غادي عند شوافه. خرجتي عليا كنزه. ماريا انا بغيت غير نساعدك وتردي راجلك، هادشي اللي كاين. انا لا راجلي ما مشى فين، راجلي راه هو في داري بالحق، انا اللي ما عندي عقل دايره راسي فيك وجايه معاك. لالا سمحي لي، واش تقلبوا على الدار ديال حليمه الشوافه؟ يلا نديك عندها كنزه. يلا نشوف حالنا قبل ما نوصل شي مصل ما عندنا ما نديرو بها. حشمانات ما تحشميش، يلا انت كبنتي راه اللي هيش طحمه تيغطي لي حيتو. انت ماريا لا لا قلقك بنيتي، راه كاع المحترمات بحالك ملي تيجيو عند حليمه غاطل على المستور وتولفي وتولي تجيب طايطاي. ماريا غير صبري، جينا جينا خلينا نقضيو الغرض ومن بعد نمشيو بحالنا، ولا كان على عبد الله الشيفور نلقاو ليه الحل. عبد الله الشيفور راجل زهيره يا قول، عندكم قضيه قاصحه. علاش ياك لاباس هكاوا على عبيد الله؟ دير فيها راجل متقي وراجل مؤمن ولا مولا وليدات. يا الله ما نخلى فيك عبيد الله، ولا تنضرب لك الطر ونعاودك بالبندير. موج مع خويا سلمنا ماري كبستها. انت مالك لصقع ياك لاباس؟ مرات العمري شافتني. فين هادشي؟ وهنا عندنا في سيكتور. وجايه هي انا دير هنا في السيكتور عندنا؟ وانا عرفت جايه هي واحد صاحبتها قال لك باغيني نشوف ام حليمه. شكون ام حليمه؟ وياه ام حليمه الشوافه. قول لي القضيه فيها قعقلو في سيفيسا. دابا انا خايف لا غير تمشي عند راجلها وتقول له شفت عبد الله. ما تخافش ما هذاش تقدر. وعلاش ما تقدرش؟ ما تقدرش تمشي عنده شنو غادي تقول لي؟ تقول لي راني شفت عبد الله في السيكتور ديالو، غايقول لي اش كنتي كديري في السيكتور ديال عبد الله؟ تقول لي راني مشيت عند الشوافه؟ ما تقدرش. لا خطا الا هي جايه عند هاد الشوافه في خبارو. لا 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 المعلم ديالي ماشي من هاد النوع، وحتى هي ماشي من هاد النوع. اش يقول لك؟ دير واحد القضيه
عيط لها في التليفون وقلق لها شنو تحت راسها. ما عندكش النمره ولا؟ وعندي النمره. تقول كي شنو غنقول ليها؟ اجي علاش ما تعيطيليش؟ ولا بغى الفلوس نعطيوها ليه؟ عاد مازال زيد بالهضره. شوهتيني يا كنزه مع اللي سول اللي ما يسواش. اويلي علاش شوهتك وزدتي فيه؟ ياك غير شيفور شنو بغى يكون كاع؟ يا ولا لا اللي ما عرفاش بالله هاد الشيفور راه اجرى عليه حسن من الخدمه. ايوا مزيانه سا طوم تري بيان. هادي هي الفرصه باش يرجع لخدمته ويسد فمه. عرفتي شنو عيط عليه؟ عيط عليه قبل ما يمشي يقولها الراجل كون صدقوا نادمين. خليني نمشي للدار بعدا واحد الله تا هذا نهضر. صباح الخير. نوض نوض اخويا نوض نوض راه خصني نتحرك انا شويه نخدم على راسي. اش هادي في الساعة؟ هاي تا تسعود. عيطتي لمحا؟ محا شويه وهو معانا. نوض نوض اصاحبي. الله يسمعنا خير. شكون؟ صباح الخير. لاباس عليك؟ بخير. خيرك يا اختي زياد. الحمد لله ربي يخليك. كاين عبد الله؟ كاين عبد الله. مدام قواجي شكل هنا علاش خرجتي بلا شواري؟ سمح لي بزز مني. وقع الدراري شي حاجه؟ لا برا ولباس عليهم لا ما كاين والو. انتي واش غتهضري ولا ما غاديش تهضري؟ وعاجي تنسول على راسي. شكون هي خويا ديك المراه اللي جات عندك البارح؟ انتي شمن مراه؟ المراه البيضاء الطويله اللي لابسه جلابه زرقاء وجايه بلا حجمه بلا حياه كتسول عليك في الموضع. سيري حتى نجي للدار ونهضروا في هادشي. ها هي الهضره كاينه كتعرفها. انا كتحاسبك غدار حاسبك من الاول راك بحال كاع الرجال ما فيكم ثقه ياك اخويا. انتي واش غتمشي للدار ولا ما غاديش يعجبك الحال؟ يلاه تحرك لداركم. ما غادياش وطلقني ما بقيتش باغي نبقى معاك طلقني. اش بغا نطلقك؟ تاع لي الشيطان قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كاينش شي شيطان قدك. شحال هادي وانت تعرفها قول لي. واش هاد وحده كتعرف من غيرها؟ ستفضحيني قدام الناس. عاجبك هاد الحاله هادي اللي دايره؟ لا بس لا والو غير بدل ساعه اخرى راه تيتسنى الشمس. تحرك يسير لداركم يلا. تتحرك يسير لداركم ولا بغاش يعجبك الحال؟ هيا غاديه يلا. ولكن يكون في بالك والله الا ست معاك ليله وحده في ديك الدار هي الغدار يا ابو العيالات. ما كتخاف لا من الله ولا من العبد. لا رعيتي الطعام لا رعيتي الاولاد. الله ياخذ منك العار. الله ياخذ منك العار. سيري للدار. الله ياخذ منك العار. الشيطان ماشي هنا يا سيدي يا ربي. الله يقي عليك. مريم ما غنبقاش نتسناك ساعتين باش تهضري. راه تبعني الخدمه. انا بغيت ندوي معك في واحد الموضوع. ماليا الا كان غير بخصوص التعطال ديالك البارح راك دويتي معايا واعتذرتي وطوينا الصفحه. لا ماشي داكشي. شوف انا جيت باش ندوي معك على عبد الله. شكون عبد الله؟ وين؟ تسمح لي بور الديرونجمون. السيد اللي سميتو موحى بغى يشوفك. موحى موحى واخا قول لي يدخل. حبيبه انت انا غادي نعيط لك نتصل بك انا نتبعك الدار تنتعيط. يلا باي باي تشاو تشاو. مرحبا مرحبا. تفضل سي موحى تفضل. محتاجه شي حاجه مدام؟ شكون هاد موحى؟ ما عرفتش. زعما انت ما عارفه شكون؟ والله ما عرفت مدام. هاد الاشكال اصلا السي العمري معدوم يدير بيهم. تنطح لي العجب كيفاش تعرف هاد النوع الله اعلم.
قول لي نوال. عبد الله الشيفور مالو؟ شنو وقع حتى ما بقاش خدام في شركه مع حسن؟ من نهار باع السي العمري الكاتكات البيضه وبقيت شتو هنا. باع الكاتكات؟ على ما في خباركش؟ بيان سور في خباري. وعبد الله من ديك الوقت ما بقاش رجع للشركه ولا اتصل بحسن؟ لا لا لا، ما عمرو ما جا. حتى السي العمري دابا يشوف شي شيفور اخر. كاين بزاف ديال الطلبات ديال الشيافر، غير هو خصو يسالي باش يحدد انا واحد غادي يخدم معاه. بحال ولد خالتي حليم كيسوق الطاكسي وتيسوق حتى كاميو ديال البوطه، وكيعرف مدينه مزيان، كان عنده بيرمي قديم. خويا موحى واش كتهضرني معاه؟ انا نهضر جهدي وكثر من جهدي وبزاف عليا. انا قريب من 16، الله يرحم لك الوالدين اللي مدخل ليا معاه. واش حنا بنا لكم ربعين يدينا؟ لا حاجه، واش مقصرين من جهدنا؟ كثر من جهدكم. شحال مره المحامي كيستانف، شحال مره هو كيعاود ياجل ياجل، ثلاثه الجلسات حشو معك. كيدير هادشي؟ اجي بلا فاش اش غندير انا دابا؟ ما سوقيش عم بحرك اخويا، هادشي راه كثير علينا. لا ندريوش بيني وبينك، نقول لك شي حاجه وما تقولها لتا واحد. عبد الله مالو؟ نهار الخميس غادي فركع الرمانه. بلا 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 تي خويا موحى، جدنا لهاد الرمانه تتفركع، خليها مغمضه، تسنني دقيقه دقيقه. ديري يدك، بسم الله. محال يقول لك لا، محال. بغيت نقول لك فين هذاك سميتو الاخر على حاشاك؟ هي في الباب الاول عليهم. اجي احسن تفهم. واخا الو. وي ماريا، ما خدام ما مساليش. شكون هذا اللي جالس عندك بالصباح؟ وانت شغلك؟ انا خدام. ما يمكنش تكون هذه كاع خدمه. واش من خدمه هذه اللي جا معاك مع كماره بحال هذا؟ بحال هذا ما خصك تستقبلو كاع. الو. وي عبد الله، شكون اللي معايا؟ معكم حاتم المرتول، مالك؟ معكم موحى. موحى موحى المرفح. دابا جاوبني، واش انت موحى؟ موحى. وبيني وبينك مع موحى واش نبقى انا وهو؟ انت تسمي ديال موحى جاتني شويه بلديه بالنسبه لشي واحد مليونير بحالي. شتك تدخل وتخرج في الهضره، انا ما بقيت فاهم والو. ودابا شتك وليتي باغي تدخل لي في خدمتي توريني شكون غنستقبل وشكون غادي نطرد؟ شوفي الله يرحم باك، انا ما مساليش لك هذا التحقيق ديالك، انا راني معصب. بسلامه الله يعاون. انا ما بقيت فاهم والو. واش انا صيفطتك عند العمري باش تخلعو تتقول لي 30 مليون؟ اجي ياك ما بغى يشريك. صافي، هذا باغي يدي يشرينا جمله. صاحبي ريح الارض، تبت الارض شويه، راني عارف اش كندير. عبد الله صلي على النبي. موحى الله يرضي عليك، دابا انت فين انت دابا؟ فين انت؟ انا في الطواليت حاشاك. واسمعني مزيان، حيد عليك ديك اللهفه والخفه ديالك ورجع له فلوسه. هادوك الفلوس راه مزورين. مزورين؟ ايه مزورين، هذاك راه ما يسواش، راه باغي يجربك. بسم الله. اوه، احنا ماشي ولاد الفلوس. وعبد الله ربي غناه بزعزع بهذاك زعزعات. واحد دقيقة تزاد عليه الحال. اسمح لي. ها الو. موحى موحى، انا هم درا شنو درتي؟ تركت خاطر نحصل على صاحبي
قول لي يا عفاك عبد الله، هذاك سميتها هذاك اللي كنت قلتي لي ديال زعزعة النفوس، عزة النفس، واخرى عفاك عبد الله الله يرحمك عبد الله، قول لي هذيك الاخرى سميتها عزة النفس والكبرياء، عقل عليهم مزيان حفظهم. اسمع لي فين خليناها؟ زعزع زعزع سميتها الزعزع، سميتها عزة النفس يا القاري. هادشي هذا عندنا ما نديرو به. ولكن السموحة ما ولكن والو، الهضرة تقالت وسالينا. ولكن راه هادشي اللي عندي، راه حتى لو بغيت نبيع العقار والشركة ديالي غيخصني وقت. شتي دابا كتبقى ديني وكتجيبني في الهضرة، كتغربل فيا بعد الهضرة هادي وكتنسيني علاش كنت جاي. مراتك مال مراتي اش دخلها في الهضرة؟ جات كتقلب على عبد الله في الحومة. مراتي ماريا؟ جوج كلام جوج. يا إما مرتك بقاش تحس طرج ليها تمايا، بقاش تقلب لا على عبد الله ولا على كريط، يا إما غادي نفر بها الرمان. صافي هي صافي حسن، على الشيطان. صافي الشيطان هو من هنا. صافي حسن، انا هضرت معاك هادي هي الاخرى. لا 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 هو بزاف، وليتي كتضري في الزنقه وكتقلبي من درب لدرب على الخدامه ديالي. حسن على الشيطان، فكر غير في الدري شنو غادي نقولوا لي. الدري انا اللي كنت تفكر فيه انت الاولى، النهار الاول قبل ما ديري الفعله ديالك. حسن انا اللي مشيت غير اش غادي نقول لك؟ تهدم تهدم باش نعرف نشرح لك ونقول لك الحقيقه. الحقيقه باينه باينه وواضحه، ما بقى فيها ما تشرح. انا عارفه راسي غلطت ملي تبعت كنزه. عاوتاني كنزه؟ ما كاينش اللي غيخرج عليك وعلى دارك وعلى ولادك وعلى راجلك قدك كنزه. اسيدي انا ما عمري بقيت غندخلك في الخدمه ديالك، شفتي الدار ما بقيتش نخرج منها الا ما قلتهاش لك. وديك كنزه؟ اسيدي حتى كنزه ما بقيتش غادي نشوفها. ما بقيتش بغيت نشوف خمشوشه في الدار. ما غاتبقاش تشوفها في الدار. زيد حاول ولا قوه الا بالله. ودي الواحد يدخل هذا الدار تيقول لك البات صار في الكرش وراه تيتغير. هادشي اللي كاين. واش انتي ما كتنعلي الشيطان؟ الرجال كيهضروا معاك وانتي كتجاوبي فيهم. والله يهديك الله يهديك يا بنتي على نفسك. ها انت شوفي اختي زهير الله يعطيك الستر، ديري بحساب هذوك الدراري شنو ذنبهم هذوك؟ شنو شنو دابا تيتمم على باهم ظلما تفرتك هاد العش؟ ها جبتيش وفكري مع راسك. رانا قلت لكم راه ما كايناش المراه الحره اللي تصبر على هاد الشيء، راه كل شيء يدوز ليها تالخيانه والغدر. لا واش انا صبرت معاه تربى الريش وصبرت معاه على الحلوه والحاره وفي الاخر يخوني ومعامل مع جوج ديال العيالات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شتي انا نحلف عليه بقطيع الراس الا تصبت فيه شي حاجه، هما الناس ديال الحي خرجي سولي على عبد الله اللي قال لك فيه شي حاجه، قلت لك انا نقطع راسي. ايوا دوك الشهود اللي شافوه عميين ما ديوش على هضراتهم، هو اللي بقى دار بالطم ما باغيش يدوي. ها وشوفوا راه كتضيعوا في وقتكم، شتي الراجل خرجوا رجليه الشواري ما بقاش بين يديا. شتي هاد التشخويش اللي عندك في الراس راه ما منو حتى شي حاجه، وهذيك السيده اللي موسوساك راه مرات المعلم ديالو. ايوا شتي ورا صيفطها لاله باش يشوف هاد الراجل ديالك هذا واش بصح في الحبس ولا سير تيكذب عليه ويديه ويجيب فيه. تصنتي شي هادشي كاع اللي درنا حنا هاد المده هادي كلها، انت يا جيتي بغيتي تدريبيه لينا حنايا في نص ساعه ديال المكان، شنو بغيتي تكوني كاع انت يا كاع؟ وطلبناك رغبنا ها بزاف هادشي. ولا 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 ما تحشميش تغوت ما ولاش يا خويا ابو جمعه حتى فهمني، راه راجلي راه هذاك هو ظهري هو كتافي راه هو اللي عندي، واش ما نخافش عليه ما نغيرش عليه؟ من حقك تغيري ماشي مشكل، ديري اللي بغيتي ولكن بينك وبينه داكشي بيناتكم، باش ديري السيد وتظلميه ما دار لا بيديه ولا برجليه حشومه. ودابا قولوا لي بغيت غنعرف واش هاد المرأة بصح نيت مرت الحمري تينا على الشيطان، والرجال حدا كنتي كتحلفي فيهم بحال هكا على وجه هاد الولاد. شوفي وحق الله العظيم اختي زهيرة إلا راسك قاصح، راسك قاصح وما غتفهمي والو في هادشي. ابو جمعة ابو جمعة الله يعطيك الصحة والله العظيم إلا كت ابو جمعة الله يعطيك السر، اجي عاد نسمي لكم كازيالاتي. صافي هادشي اللي بغيتي ها الرجال بشلاخمهم وبركه كتواجبيهم بحال هكا، ما تحشمي ما طراهاي هاد الغيره فين غتلوحك؟ عقولي ليا الله يراوي العيب بطلت انا اش درت؟ دابا فين غادي يكون عبد الله فين كيف غادي يكون؟ قولي لي فين غادي يكون؟ دابا عاد كتسير تقلبي عليه وليدي
الشيطان شتي هو شاف الله يرضيك وكون امرأة ها هو رجع اجا وليداتي يلا يلا عبد الله عيشك اخويا لما سمح لي مسامح لبزيزي لاخويا لما سمح لي هذه الاخره والله عمري ما نعاود الله يسامح وحق الله لا تظلميني تظلميني ماشي حشومة عليك ماما وي انا غادي نمشي للمدرسه يلا بون كوراج لالا كل زجاج ليك ما دخلتيها دخلتها الجرده شكون قالها لك ما عم تشاورتي كيسحب ليش سير سرق قدامها مشي كوكو صباح الخير سافا سافا لاباس كيما شفتك ما جاوبتيش قلت نجيب رجليا ما شافك حسن شافني عادي وسلم عليا كاين والو انت اللي خايفه اش نقول شنو بغيتي اش درتي في القضيه شنو القضيه هاويلي القضيه ديال الشيفور هضرتي معاه لا ما هضرتش معاه كما قالها راجلك ما قال لي والو وانا فهمت حسن بلي مشينا غير كنسولو على عبد الله ايوا مزيان لا لا ما عرف والو برافو عليك المهم راه قديت الامور مع حليمه باش نمشيو غدا في الصباح بكري تشوف لينا كنز اختي عفاك اختي لما عطيني التقار ومن الاحسن ما تبقاش تجي عندي ولا تتصلي بيا هاد الايام علاش ماريا تبدلتي هكا شنو كاين لا نتبدل ولا نجلس انا حره كنز مابقاش قادره على مشاكل وحسن قال لي ما نبقاش نتصل بك اشنو هاد السهوله قال لك حسن ما تتصليش بيا صافي سي فيني ايوا شكرا لالا برافو عليك برافو عليك انا اللي غلطانه جايه عندك مطيحه بكرامتي ماشي مشكل راكي انت اللي خاسره بسلام كاسكي راس كبير دير كاس كبير هاكا صاحبي راه انت اللي جايبو ماشي انا هو راه انت اللي خديتي ليا يلا غير سير 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 ماك شافر اكثر شويه قاعد تبط راسك ما عرفتش كتقول اخوك راه اجازه في الادب يلا ما تعطلش هشام المحامي بغيت نشوف السي العمري مرحبا سيدي عندك مع شي رونديفو ما عنديش خصك ضروري رونديفو باش تحدد سبب الزياره كنظن ان السي العمري كيعرفني وما نحتاجش رونديفو واخا واحد دقيقه انا غادي نمشي نشوف معاه مع السلامه استاذ مع السلامه وي العمري واحد سيد سميتو هشام بغا يشوفك و تيقول بلي محامي يكون جاي باغي يخدم ولكن حنا عندنا المحامي ديالنا ديال الشركه على كل حال قول له ضع الدوسي ديالو عندك هشام موكيل ديال سي عبد الله الشيفور يا ماما مرحبا 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 تفضل تفضل اهلا وسهلا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا تفضل اش تشرب انا ما جيتش باش نشرب ولا نجلس انا جيت باش نهضر معاك على انفراد الا كان ممكن ايه ايه مرحبا خرجي الله يرضي عليك سدي الباب وما تدخلي لي حد وما تدوزي لي حد في التليفون يلا وخص. يلا خرجي اش كتسناي شنو اسمك الله قلتي لي هشام المحامي ديال عبد الله الشيفور المتهم بجريمه قتل والله ودي السي عبد الله كان خدام عندي كان خدام شيفور ونعم الاخلاق ولد الناس ما عمرنا ما شفنا منه شي اسمع السيد انا كنت غادي نجي عندك ولكن الموكل ديالي ما خلانيش طب انا جيت الا كان ممكن باش تفيدني شي حاجه باش نبرئ الدمه ديال الموكل ديالي لانني
عارف على ان السي عبد الله ما قتلش، غادي تسولني وتقول لي باش عارف؟ انا محامي وكان عارف المجرم، المجرم كان عارفه من عينيه، كان شمو النفس ديالو كان عارفه. السي عبد الله ما يمكنش يرتكب هذيك الجريمه. انا ما عارف والو، انا ما شفت والو، كان هو بوحده، كان السي عبد الله بوحده، كان بوحده، انا ما عارف والو، ما شفت والو. السي عبد الله كان قال لي بلي كيتسرق شي فلوس. السي عبد الله كيتساني انا. يمكن الا قالها السي عبد الله كاينه، يمكن شي شهر ولا شهرين، ممكن. ما قالش لك شحال كان كيتساني؟ انت اللي غادي تعرف شحال كيتسرق ديال الفلوس، ماشي انا. وزيدون انا براسي دابا انا واقف معاك وما عارفش شكون اللي غادي يعطيني الاتعاب ديالي. انا 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 اللي غنخلصك في الاتعاب. دعاء زيد، اسمح لي واحد دقيقه الى سمحتي. المشكله ماشي في الاتعاب السي العمري، المشكله عندي في هذا المجرم اللي هو الان حر طليق، والموكل ديالي انا وراء القضبان. تبغي تكون انت في بلاصتو؟ لا لا استاذ، الاتعاب ديالك. هذه الاتعاب ديالي. اي سي، قلت لك كان كيتسرق السي عبد الله شي حاجه. المهم المحاكمة غتكون خلال أسبوع، ويقدر يكون فيها المؤبد. أنا ريحت ضميري، وقد أعذر من أنضع، وأنا ما كناخذ فلوس. شنو؟ قاعد مالك؟ قلت لك تقعد. شنو تقاضى ليسونس؟ تقاضى الصبر. عندي باش دير ليسونس لبوجي الفلوس. قول لي بحال الموتور تقال شويه. اش غادي تقل الموتور؟ ما عندي باش تقل الموتور. بحال تزاد فيك شي كيلو ولا شي حاجه. ولا ما تزاد فيا ولا لا. راه شكاره. لا راه شكاره. راه شكاره. فرج مرة فرج جمال. شد الخدمة شد الخدمة. كنت غنديروا لكم مفاجأة أنت عبد الله. عبد الله أنا نوريك عبد الله. الله تفهم معاك من بعد. أنت فهمتيني غلط. فهمت غلط. أجي أنت صوب كاسك ديالي بعدا. والله كون ما بقيتي فيا تنخليك هنا نوريك الخدمة ديال العاوية. شتي دابا عرفتو غادي يدير لك شي حاجه؟ غادي نعيط على البوليس، نعيط على البوليس. كلبي راسي واخا كريت وخاصني عليك. كاين شويه. لا السلام عليكم. فين؟ بلا ما تسلم على هذاك. مالو؟ واخد فلوس من عند الرئيس. كاين شي ولا ما كاينش؟ كاين. هاك تحرك. هذه ديال اش هاد؟ ورانا. هذه الاتعاب ديالك. اش كتضحكوا عليا؟ انا جايب لكم 2 مليون وانتم عطيني 4000 ريال. إيه راك تاخذ 2 مليون كون كنتي محامي ديال بصح. تا شو امور خذ 4000 وقول الله يخلف. مالك؟ اش من شو امور؟ انا راه مجاز في الادب. ادب؟ العذاب ان شاء الله. شتي هاد لافير هادي كون عطيتيها لشي محامي اخر والله ما يخصكم في 40000 هي القليله. زعما انت شنو صوبتي لينا؟ الصوارخ. عندك الحق، قول الصوارخ. ترى ماشي تمبر اللي ضربت، اللي كامل وانا كندرب والكتوبه.
القانون الجنائي، القانون العام، القانون الخاص، وباغي في الاخر تاكلوني في حقي. حتى سير الدرما غدوز لي الدكتور انايا. الله يلاه حشومه. لا ما تعرفش سير غادي يزيدك. يلا وسير ها سير في حالك. شنو وسير في حالك. محا خليني في كلمه. شغل تخلص. اسمع، هاد جوج المليون اللي مشيتي انت شديتي من عند الراجل انا ما اتفقتش معاك عليها. درتي هادشي من ديتك راسك. اش عيب هاد الهضر؟ 4000 ثمن تاع الكوستيم اللي كاري. واه ما تحشمش انت غادي تكري كوستيم ب 4000 انت يا كدا. هي ديال خوك كيلبسو نهار السبت انت تكون هابط للمدينه باهز. انت ما كتعرفش خويا. خويا غادي يعطيني هاد الكوستيم فوق. عارف هاد الله باغي يرزق. عطوني رزقي. واه قلت لكم غادي يتصرع علينا. واش حنا دبرنا لك على بريكول باش تدبر على راسك وانت دابا دافع علينا كبير. خلينا نفكوا هذا المشكل هذا. لا غيصر والله الا تيصر بالله. عبد الله راه عطيه هادي غيقول لك زين وتعطيه الاخر. كنعرفو انا صاحبي. ريحو زيد كثر معايا. ولكن سمع غتخرج من فمك كلمه وحده. حنا اللي غنتكلفوا بك. تبكي مش حرحه معنيك تشكي والله ما نسولو فيك بالله. اسمع هشام، هاد الفلوس غادي نرجعها لمولاها. حنا ما تنقبلوش فلوس الحرام. سمعتيني وانت فكر كيما بغيتي. شوف والله ودي هشام وكنت عارفه شنو تيدور ليه في الراس وشنو بغى لهاد السيكتور هذا. والله تجي تطلب منه المسامحه وتبوس لي يديه. وسير خويا عليا هاد السيكتور هذا ولا غادي نباشيك بشي باش. ما يجيش قدو هذا الباش. خصك ليه دابا هاد الفلوس غير يرجعوا لمواليهم. اه ردني اخو البلاصتي. الله يحميك. صافي انا نجيب كونتاكت تاع الموطور ونجي. حيد عليك. حيد عبد الله. على سلامتك الحبيب ديالي. الله يسلمك ويجيك. خلعتيني عليك. زعما تخلعتي عليا من قلبك. ويلي علاش شكون عندي من غيرك؟ ربي يخليك. علاه يخطيك. ما قلتيش ليا شنو اليوم في يامات الله؟ يوم الخميس. الخميس الجلسة. عبد الله غادي يعترف. اش من جلسة؟ عبد الله راك جريتي عليه شحال هذا من الخدمة. السلام لالا ماريا. السلام سي العمري. كيبقيتي شوية؟ شوية لاباس الحمد لله. اش داك الشيء وفاء؟ والو سي العمري غير سي العمري من صباح هو كيتصل. شكون؟ رجع. الو. على سلامتك السي العمري. بالفرحة ديالي ملي ساقت الاخبار. قلت والله تنقولها لك عادي هنا ديال الباب. واش انتم ما بغيتوش تعطوني اتساع؟ واش ما بغيتوش تبعدوا مني؟ واش بغيتي تتبوني على ولادي؟ المشكل تحل وكل شيء غادي مزيان. شنو اللي غادي مزيان؟ السيد الوالي وافق على تحويل ميزانيه الدرب عرباوة لحي القطاطر فين كيسكن عبد الله الشيفور ديالك. اكثر من هادش اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه حتى هي صادقت على مشروع ميزانيات هيكله وتاهيل حي القطاطر. اللهم لك الحمد. حمدتك يا ربي وشكرتك. خاصك انت غير تنوض لينا بالصحه والسلامه وتشرف لينا على انطلاق الاشغال. احتراماتي سيد الرئيس. We'll be right back.
هادشي كيخرج منك. ولا اللي كنت كنقول عبد الله نيا وغشيم، ولكن الحمد لله اللي ربي حطك في طريقي باش نفيق ونعرف نتيجة الإيميل ديالي. دابا شحال من إنسان كيعاني ديال النار ولا ما كاينش في هاد العالم، شحال من دري كيموت، وشحال من مرا كتولد في الدار حيت ما لقاتش السبيطار حداها. هادي مسؤوليتي اللي على قبلها الناس صوتوا عليا النهار الأول. أنا كنقول كون كون ماتت هاد البنت راكم وقع لها شي حاجة، تقوى في الدنيا ما كانت غادي تمنعني من الموت، حتى كرسي ما كان غادي يقدر يعوض 20 ولا 30 عام ديال الحبس. الحمد لله الخير اللي درتي فيها عبد الله ما عمرني ما غادي ننساه. سي العمري انا راه ما درت فيك حتى خير، راه كما قلتي غير الله سبحانه وتعالى لحني في طريقك. تراك ولد الناس، انسان طيب وقلبك ابيض، حاجه وحده بعد عليك دوك ولاد الحرام اللي دايرين بيك. عندك الحق، طريق طويله، واللي بغى يسوق يسوق مزيان ولا يرجع اللور.